أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قرب خروج وقت الصلاة يجيز تقديمها في وقتها على الأخرى التي فات وقتها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل قرب خروج الوقت يجيز تقديم الصلاة بوقتها قبل الأخرى؟ مش الأخرى يظهر أنها فائتة. نعم. وليظهر من سؤالي أنها فائتة. صلي. نعم، إذا ضاق هذا عذر أيضا، هذا عذر ثاني في التقديم إذا خشي خروج وقت الحاضرة، على خلاف في ذلك، على إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة فإنه يبدأ بها ليصليها في وقتها. ومن العلماء من يقول لا، الترتيب واجب حتى ولو خشي خروج وقت الحاضرة، وهذا هو الظاهر، الترتيب لا بد منه. نعم.